تتوالى الصرخات تلو والصرخات لسكان مشتة بالهوشات الواقعة ببلدية بيلعرش ولاية سطيف التي تنعدم فيها أدنى ضروريات الحياة. أزمة عطش تضرب المنطقة منذ سنوات طويلة، ومشاريع فاشلة جعلت من المواطن أكبر ضحية. المها مسيتيرنات راك تشوفي بها قدامك، ولا ليلة راكبة وقطرة ما كانش، درسنا الولي وما كان والو لحد الان، قطره ما جات. بالنسبه للمشكل تاع المياه، الشبكه الجديده هذه اللي عاودتها البلديه ما مشاتش خلاص بالمياه تاعها، جا المقاول تاع الغاز فزت الشبكه كامله. لكن احنا مثل 60 هذه المشكله هذه، لا طريق لا ما، المسؤولين العصابه اقول مره اخرى. ازمه الماء الشروب يقابلها اهتراء كبير للطرقات الرئيسيه بالمنطقه، مع غياب للنقل المدرسي وانتشار واسع للنفايات المنزلية، هي مشاكل بالجملة قد أرهقت كاهل مواطني بالهوشات، خاصة الجهة الغربية منها. القمامة راهي تقعد بالشهرين بالشهر ونص حتى تعود تضرب فيها الريح وحدها. المواصلات تاع الاولاد، رانا عندنا اولاد صغار راهم يعانيوا من الترانسبور من النقل المدرسي، ما عندناش 60 سنه وحنايا وحنا نساهموا، لا نساهم 3 ملايين، حنا رانا نطلبوا باش يعوضوا لهم الكونتور اللي يسلكوا باطل، والناس اللي ما داوش الغاز اعطيوا لهم. فيما يخص الماء الشروب بمشتة بالهوشات، البطاقه التقنيه على مستوى الولاية والبلدية تنتظر في المقرر البطاقة التقنية لمبلغ بمبلغ 3 ملاير سنتيم على مسافة تقريب 3 كيلومتر، راه مقترح في المخطط البلدي للتنمية لسنة 2021. رغم الوعود التي أطلقتها مصالح بلدية بير العرش لتسوية بعض مشاكل المنطقة، إلا أن سكان مشتة بالهوشات يطالبون بحلول فورية تنهي معاناتهم التي طال بها الزمن.